مرحبا بالجميع، أتحدث إليكم اليوم بتحديث مؤلم حول تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. استيقظت غزة هذا الصباح على أصوات القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف الأحياء السكنية. بدأت الغارات الجوية في الساعات الأولى من الصباح مستهدفة المنازل والبنية التحتية الأساسية، مما تسبب في إصابات واسعة وأضرار مادية جسيمة. إن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع وجود حاجة ماسة للإغاثة والدعم الطبي. تواجه بعض المناطق التي ضربتها الغارات الجوية الآن انقطاعات في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مما يزيد من تفاقم الوضع المزري بالفعل. وفي الوقت نفسه انعقدت جلسة ساخنة في الكنيسة الإسرائيلية، حيث اشتبكت الأحزاب السياسية حول صفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس. ركز هذا الاجتماع على استراتيجية الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع قضية الأسر الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، والشروط التي ترغب إسرائيل في وضعها لأي صفقة محتملة على الأرض. يستمر تصاعد العنف على طول المناطق الحدودية. يسعى المجتمع الدولي جاهداً لإيجاد حلول لوقف العنف وإحياء الحوار السياسي بهدف التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع الذي يستمر لعقود. أصدرت عدة دول ومنظمات دولية دعوات عاجلة لوقف فوري لإطلاق النار وتخفيف التصعيد، وشددوا على أهمية حماية المدنيين والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية الحيوية. لا يزال الوضع متقلباً، والعالم يراقب بأمل في السلام والعدالة. إنه تذكير صارخ بالكلفة البشرية للصراع والحاجة الملحة إلى حل يعطي الأولوية لسلامة وكرامة جميع الأشخاص المعنيين. شكراً لمتابعتكم والبقاء على إطلاع بهذه القضية الحرجة. دعونا نواصل الدعوة إلى السلام ودعم المتضررين من هذا الصراع. سأكبتكم على إطلاع بأي تطورات جديدة. كونوا بأمان جميعاً.